النشاط يعود مجددا لمراكز التكوين المهني. الطلبة المتربصون يعودون لمؤسسات التكوين بعد انقطاع قارب العشرة أشهر. العودة الاستثنائية طبعها أمل استكمال السنة التكوينية. يوم ولينا الحمد لله نحب نكمل المهنة تاعنا ونحافظوا على روحنا باش الوقاية خيرنا من العلاج. نحافظوا على روحتينا تعقيم وكاع. هي ظروف خاصة هذه كورونا تما لازم ناخذوا الوقاية تاعنا تما نسيروا على الوقاية تاع باش نتجنبوا الوباء هذا لازم لنا التزام البروتوكول نحترموا القوانين تاع المؤسسة كما هي. نظام تكويني خاص يخضع له الطلبة داخل مراكز التكوين فزيادة على اعتماد بروتوكول صحي، فقد تم اعتماد إجراءات تخص نظام التفويج وتقليص ساعات التكوين لضمان سلامة الطلبة. درنا التفويج وعملنا باش يكون ساعات التكوين يكونوا دونك اميناجي على حساب الرسم تاعنا، وسيرتو سيرتو سيرتو البروتوكول الصحي، البروتوكول الصحي لتفادي وباء كورونا. مساعي كبيرة تقوم بها السلطات الوصية في مجال الشغل أمام الطلبة المتربصين بعد استكمال التكوين، خصوصا في الاختصاصات التي تلقى إقبالا واسعا على غرار البناء والنجارة.